يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. حلقتنا وعدة حلقات تانية رح تكون عن مجموعة متنوعة من تجارب التصوير الذاتي. هالحلقات مقتبسة من واحد من أهم الدكاترة النفسيين يلي بيشتغلوا على العلاج النفسي من خلال التصوير. هاي الحلقات هي خلاصة بحث ضمن كتاب عدد صفحاته بيتجاوز 250 صفحة. كنت حريص قدر الإمكان يكون المضمون بسيط ومفهوم وبدون المساس بالقيمة المعرفية للكتاب.